السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. الله إليك وبارك فيك يا شيخنا. الآن جدال الوالدين لإقامة الحج عليهما، هل هذا من العقوق أن أجادلهما لأبين لهما الحق من الباطل؟ بالتي أحسن، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني قد جعلنا العلم لم يأتك. الآيات إبراهيم ناظر وجادل قومه. طيب شيخنا، الآن فضيلتكم يعني كثيرا ما أهل العلم يتحدثون عن بر الآباء والأمهات، واليوم تجد كثير من الآباء يعني يعقون أولادهم ولا ليس هناك اصطلاح اسمه الأب يعق ابنه، ما في اصطلاح كده، عبر بأسلوب آخر، كل أب لم يحسن تربية أولاده، رب يظلم أولاده، لكن أب يعق ابنه ما في اصطلاح هكذا. يعني كما قال عمر للرجل الذي اشتكى على ابنه حققته، لا يثبت عن عمر، دعك من هذا التخريف. طيب شيخنا الآن يعني تجد أب عنده أموال كثيرة، لديه وفرة في ماله ولا يزوج ابنه مثلا، أو لم يحفظه القرآن في الصغر، لم يحسن اختيار أمه، لم يعلمه. سيسأل عنه يوم الدين، كلكم ران وكلكم مسؤول عن رعيته. السلام عليكم.